السلام عليكم، معكم أمي مصداقي من قناة أمي مصداقي، شهيرة بأفلام قصيرة وكذلك أمي مفلوغ اللي كندير فيها تحديات وفلوغات مع لافامي ديالي. عالم اليوتيوب الفكرة صراحة ما جاتنيش، إنما تقترحات عليا من طرف صديقة ديالي والأم ديالها اللي كنوجه لهم تحية، لافامي الغماري. شكون اللي قال لكم ما بقيتش كندير افلام قصيره؟ والحمد لله حنا خدامين على باش نحسنوا لا كاليتي وكذلك باش نزيدوا القدام، ما بقاوش في نفس النيفو، كنغبروا باش نديروا الجديد. انتقادات كثيره ضروري، اي واحد غادي في طريق النجاح غادي يلقى انتقادات، كيف ما كاينين الناس كيشكروه الا بقينا اصلا النجاح كيجيب من سبب انتقادات. كنقلبوا كنحسنوا الجوده وكنقلبوا على مواضيع جديده اللي نسيب له واحد البيبليك اللي كبير باش نحسنوا الراي او الصوره عند داك الشخص اللي كينتقدنا، وبسبب المنتقدين حنا كنزيدوا القدام. فكنبغي نشكر المنتقدين حيت هما اللي كيعطيو افكار وكيعطيو واحد الطاقه اللي هي ايجابيه يعني مثلا منشئ المحتوى وزيد وزيد. كاين شي واحد غيبغي راسو الشهره، ما كاينش شي واحد غيبغي راسو المعيور، فلذلك ما كاينش شي واحد غيتعمد باش يلوح يعني تسريب او يخرج فيديو ديالو باش يحرق البروجي ويدوي عليه ويخلي الناس تاخذ عليه صوره خايبه، ما كاينش هاد الهضره. الطاقم اللي كنت معاه قبل كل ديجا كل واحد عنده قناه ديالو، فملي تخطبت قبل ما نتخطب قبل تفرقنا كل واحد، ومشاء الله يسهل عليهم الله يكمل عليهم بخير، وتا انا الله يكمل عليه في المسار ديالي. كنتمنى لهم التوفيق وكنوجه لهم تحيه وسلام لهم كاملين. ما عنديش صحابات، صاحبتي هي امي هي اختي. انا ما كنقولش مزوجه، انا مخطوبه ولكن ما مزوجاش. الناس اللي قالوا تزوج انا ما قلتش تزوج، ما خرجت فيديو قلت لكم زوجي انا وياه في دار وحده، انا درت عقد قيران، فانا باقي ما درتش عقد قيران. يلا كاينه خطوبه، واللي بغى يقول زواج حقيقي انا باقي ما مزوجه، انا باقي على الله دابا. خطيبي ماما كانت كتفرج فيا كما سبق لي وشرحت في ريبورتاجات اخرين، باللي انترفيوات اخرين، باللي خطيب ديالي ماما كانت كتفرج فيها وكانت متابعاني هي ولا فامي ديالو، وهو كان هو متابعني وخطبوني بالضحك وخطبوني في انستغرام، دو معايا في انستغرام وانا دويت بالضحك تصدقات بالصح، جينا نضحكوا تصدقنا بالصح. قراره الشخصي هذاك ما يمكنش لي نجرو نقول لي، فمن الاحسن يبقى بعيد على اليوتيوب والسوشيال ميديا، يبقى بعيد، ماشي انا اول وحده. فإلا دخل راه غيسمعوا المعيور كيف ما كيسمعوه بزاف ترجات اليوتيوبرزات حاليا، ماشي كلشي ولكن الاغلبيه. مجدة ما كانش كتبان معايا ديجا في لي فيديو، مجدة عايشه في تركيا، فما عندي حتى شي خلاف مع مجدة ولا مع كنزة ولا مع عائلة الغماري، الحمد لله حنا خوت، تلاقينا خوت وتفارقنا خوت وباقا الحمد لله العلاقة. ملي كيمرض شي واحد فينا كنسولو بعضياتنا ولله الحمد. روتيني اليومي ظاهرة اللي ولينا كنشوفها قد ما هي زوينة قد ما هي
جاو شي واحد الطبقه اللي خسروها. كنا كنستافدوا من يوتيوبرات المغربيات اللي كبارات تبارك الله ما شاء الله عندهم قنوات ديرهم فيهم لي مليون. كنا كنستافدوا كنت انسبيرو منهم قبل ما ندخل انا عالم اليوتيوب، ولكن طلعوا شي وحدين باش يتلونساو دغيا فبركو كيديروا فضيحه وشوها في روتين يومي. اما كاينين دي روتين اللي هما محترمين وباقي كنتفرج فيهم وباقي كنشوفهم الحمد لله. هي كاين عندي انا واحد البروجي ولكن دابا ناويه نكبره ان شاء الله ملي غادي يكون داك الشيء موثق ومحطوط وصافي غادي ندير الافتتاح غادي نخبركم به. شنو الجواب ديالي عليه؟ مهم كنا اون تورناج كيف ما موالفين موالفين كنديروا دي ستوري راحنا اون تورناج. ديجا انا درت دي ستوري في الغد لي ماشي داك النهار، درت دي ستوري باللي راحنا اون تورناج ما حنا كنا كنصوروا ليلة قبل. البنات اللي معايا انا عطيهم حريه باش يديروا دي ستوري ويطاغيوني وهذا عادي. تصور لا فيديو فيه انا بارك هنا مون كوزان اللي ديجا هو اكتر معايا في ليكيب بارك هنايا، تقطع مون كوزان تقطع البروجيكتور اللي دار فيه والخيال ديالو هنا، بقات اميمه والدروع وقرعي الشراب قطعوه نات ستوري تلاحت كامله اللي غادي نخليها لكم ونعطيها للاخ صحافي وغادي نخليها لكم ستوري كامله غادي نخليها لكم ونوريكم شنو تقطع وشنو هذا باش يخسروا ليماج ديال اميمه صديقي. والحمد لله ما حد معاك رضات الله سبحانه وتعالى ورضات والديك ورضات الناس اللي ما كيعرفوكش عمر شي حاجه تقيسك. مهم هزوه لاحو في لي غروب وفي لي باج. انا كنتفاجئ هاد يومين بلي راه داك الفيديو ديال البوز، هذاك الفيديو اصلا مصور دابا شي 3 جوغ 4 جوغ بحال هكاك اكثر، المهم شي 5 ايام بحال هكاك باش مصور هذاك لا فيديو تلاح وباش تلاح في انستغرام. ملي تسرب ولا ضيع في لي غروب وهذا تفاجئت البارح واليوم بعد عليا التليفونات اميمه هادشي هادشي كنشوفو هادي كنقول ما خرقت ربي راه حنا كنا اون تورناج راه كنا كنصورو هذا. المهم بزاف الناس كاين اللي تيق كاين اللي ما تيقش، مي ملي عطيتهم لا فيديو باللي الرياليزاتور كان من مورا كنا كنصورو دي فيديو من مورا الرياليزاتور باللي ديك القراعي ديال الشرب كنا كنخوفوهم المناضة غير باش نوصلوا واحد الميساج على الادمان والمدمنين. فاحنايا كنحاولوا نحسنوا الصوره ونوصلوا واحد الميساج اللي هو نديروا فيه التوعيه، ولكن كاينين شي اوباش الله يهديهم وشرهم يكفيهم باللي كيبغيو يخسروا ليماج ديال واحد الانسان واحد اخر. فاللي بغيت نوصل لكم باللي ما حد معانا رضيت الله سبحانه وتعالى وغادي في طريق الصحيح فعمر شي حاجه تادينا وما يصحي الا الصحيح. انا عاود نقولها لكم مره اخرى لا ما اثرش نهائيا. علاش؟ حيت خويا كان معنا اون تورناج كان مون كوزان اللي مثل معايا وما فامي كيديروا فيا الثقه بزاف وحتى راجلي يعني الخطيب ديالي باش ما يقولوش هذه مزوجه الخطيب ديالي حتى هو عارفني اشنو كندير عارف اشنو البروجي اش من بروجي غادي نصور علاش داير الموضوع هذا باش كنحترموا ديك العلاقه اللي بيناتنا. فاي هذا المشكل ما اثرش لا عليا ولا على عائلتي ولا على خوتي ولا على حتى شي حد، بالعكس اثر على الناس اللي كتبغيني اللي كانوا خايدين لي واحد الصوره جاو كيصيفطوا لي لي ميساج هادشي شفناك فيها اميمه هادي. من بعد ملي شرحت ليهم وريتهم البروف قالوا لي شوفي نعم قالوا بواحد اللفظ ديال شوفي ولاد الحرام مدويتش عليهم قلت انا ولاد الحرام شوفي هاد الناس كي خبيتين في عقلهم باغيين غير يشوهوا بنات بلادهم باغيين يخسروا صوره واحد اخر، ولكن كي الله ما نخافوش. كنبغي بعدا واحد القضيه دابا هما بغاو يضروني وهادشي راه عكس عليهم تماما بلي هادشي زادني غير متابعين. اول حاجه بنادم كان واحد الفئه ما كيعرفونيش كانوا الناس ما كيعرفونيش زادوني دي فولورز زادوني مشاهدات زادوني دي فولورز في انستغرام وفي يوتيوب. يعني هادشي كان نتوما بغيتو تضروني ولكن هو راه كان بالنسبه لي انا راه ماشي مضره راه كان فيه خير ليا انا. شي واحد اللي ما كانوش كيعرفوني وليتهم كتعرفوني كتعرفوهم شكون اميمه الصديقي
فشكرا لكم نتوما، راه بسببكم المنتقدين وبسببكم نتوما يا حنا كنزيدوا للقدام. فانا الا كنتو باغيين تبقاو في هذا الشر ديالكم الله يكمل عليكم، ولكن عرفوا الرب اللي غيجي يوم الحساب راه كلشي غادي يتحاسب. ولكن اللي نيتو صافيه وقلبه بيض عمر ربي يخيبه. كنبغي نشكر جمهوري وكنبغي نشكر الناس اللي كتابعني من اصغرهم لاكبرهم، وكذلك جمهور لالا مولاتي. وشكرا على الاستضافه، وشكرا حيت ديما كتقلبوا على الجديد، والله يهدي ما خلق، الله يعفو على الجميع. ما تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.